أهلا مشاهدينا، هذا برنامج تقدير موقف أصحابكم فيه أنا أمل عراب. سنتناول بالبحث التهديد الذي يشكله اليمين المتطرف على الديمقراطية البرازيلية. نناقش ماذا بعد أحداث برازيليا وأي تهديد يشكله اليمين المتطرف هناك؟ كيف سيتعامل دا سيلفا مع التحديات التي تواجه عهده؟ وهل تمر الديمقراطية البرازيلية في مرحلة خطر حقيقي؟ مشاهدينا، إذن حلقة جديدة نقدر فيها الموقف بناء على بحث تداعيات هجوم أنصار اليمين المتطرف على مراكز السلطة في برازيليا والتهديد الذي تواجهه الديمقراطية في البرازيل. نرحب بضيوفنا من مدينة ساو باولو، الدكتور بلال بكري الكاتب المتخصص بالشؤون البرازيلية، من مدينة إيغواسو البرازيلية علي فرحات الكاتب المتخصص بشؤون أمريكا اللاتينية، على أن ينضم لنا لاحقا من العاصمة الإسبانية مدريد الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون الإسبانية والأمريكية اللاتينية الأمين خطاري. قبل البدء في الحلقة دعونا نتابع هذا التقرير. في الفوز كما في الخسارة بات اليمين المتطرف في البرازيل بوصلة الحياة السياسية في البلاد، وقد جاء رد فعل أنصار جاير بولسونارو زعيم المحافظين المتشددين عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتثبت انقسام المزاج الانتخابي في المجتمع البرازيلي. خمس ساعات متواصلة من أعمال الشغب والفوضى عقب اقتحام عشرات آلاف البولسوناريين القصر الرئاسي في برازيليا ومقري الكونغرس والمحكمة العليا، رفضا لوصول اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى سدة الحكم. مشهد درامي وصف بأنه أسوأ هجوم على مؤسسات البلاد منذ 40 عاما، استنسخ فيه أنصار بولسونارو اقتحاما مشابها نفذه مؤيدو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل عامين لمقر الكونغرس الأمريكي في واشنطن اعتراضا على فوز جو بايدن بالرئاسة. تشابه أحيته أيضا تصريحات دا سيلفا الذي تولى منصبه في الأول من يناير وحمل الرئيس السابق بولسونارو مسؤولية الأحداث بشنه حملة شككت في نتائج الانتخابات. أحداث دفعت بلولا دا سيلفا أيضا لوصف ما حصل بأنه محاولة للانقلاب وفرض إجراءات استثنائية للسيطرة على المؤسسات الدستورية في البرازيل. اللافت في المشهد أن قوات الأمن الفيدرالية تدخلت لفرض النظام في العاصمة برازيليا، بينما حامت التساؤلات حول الجيش الذي لم يتحرك لحماية مؤسسات الديمقراطية البرازيلية. ويرجع بعض المراقبين ذلك إلى وجود رغبة لدى قادة في الجيش بتعزيز أوراق الضغط خلال مفاوضاتهم مع الرئيس دا سيلفا بشأن وضع المؤسسة العسكرية. مشهد درامي ينذر بانقسام خطر ويهدد ديمقراطية البرازيل. فمع انقسام المواقف بين المؤسسات الأمنية ساد تناقض أيضا داخل مؤسسات الدولة التنفيذية بين وصف ما حدث بمحاولة انقلاب والتقليل من وقعه ورفض تصنيف المحتجين والمقتحمين في خانة الإرهابيين أو الفاشيين كما جاء في تصريحات دا سيلفا. التصدع السياسي داخل البرازيل أثار مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في عموم أمريكا اللاتينية، ذلك أن المشهد الذي تكرر في برازيليا بعد واشنطن مرشح أن تعاد تفاصيله في بلدان أخرى بالترافق مع موجة صعود اليمين المتطرف في عدد متزايد من دول العالم. نبدأ مع ضيفينا ومعك دكتور بلال. على خلاف الانقلابات السابقة في أمريكا اللاتينية التي عادة ما كان يقف وراءها رجل قوي في المؤسسة العسكرية طامع في السلطة، أعمال الشغب التي شاهدناها في برازيليا غذاها الشعب، ونتحدث عن ملايين البرازيليين الذين يعتقدون بأن مسار الانتخابات وهذه النتيجة مزورة. فما خلفيات ما حدث في برازيليا بناء على هذا؟
نعم، في الواقع ما حصل في برازيليا، في الواقع ما حصل في برازيليا في الأحد الماضي منذ أسبوع جاء نتيجة لتعبئة عامة شهدتها البلاد منذ بداية عهد الرئيس بولسونارو في سنة 2018، وأخذت في التصاعد يعني طيلة هذا العهد إلى أن يعني أخذت مداها الفجائعي في يعني الأحد الماضي، وقد كانت نتيجة للتشكيك في نتائج الانتخابات والطعن في شرعيتها ونتيجة الالتفاف على اللعبة الديمقراطية التي قام بها الرئيس المهزوم جاير بولسونارو برفضه تسليم الوشاح الرئاسي للمنتصر للفائز الزعيم لولا دا سيلفا وخروجه من المشهد، حيث ذهب يعني قبل بضعة أيام من موعد تسليم المنصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هناك يعني تشير شبهات وتشير يعني قرائن إلى أنه ضالع في هذه الأحداث الأخيرة بشكل ربما مباشر، وهذا ما يعني جاء به القضاء البرازيلي عندما ضم اسم الرئيس السابق جاير بولسونارو في جملة الأسماء التي يعني يطالها التحقيق وتطالها لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في الأيام الأخيرة. لذلك فإن ما حصل في الأيام الأخيرة في الأسبوع الأخير في البرازيل وهو غير مسبوق وهو تاريخي جاء نتيجة تراكمات السنوات السابقة. يعني وإن أردنا أن نكون أدق وأكثر يعني موضوعية لقلنا أن هذا الأمر جاء منذ ما وصف بالانقلاب على الرئيسة ديلما روسيف منذ بضعة سنوات، التي خسرت يعني منصبها لخلافها نائب الرئيس ميشيل تيمر، وأخذ الموقف في التصاعد إلى أن وصلنا إلى هذا المشهد. طيب هناك من يحملها يعني مسؤولية تاريخية عما وصلت إليه والمهدد للديمقراطية. الأمور سنتحدث عن هذه النقطة إن سمح لنا الوقت، لكن إذا سمح لنا الوقت سنعود لها. أستاذ علي فرحات، إذا ما حاولنا تجميع النقاط والعوامل والأسباب المباشرة وتلك غير المباشرة التي كونت المشهد الذي انفجر على شكل هذا الهجوم على مؤسسات الدولة، هناك من يصفه بالصعود الواضح والصريح لليمين المتطرف، وهناك من يحصره في مسألة الصراع بين الديمقراطية والشعبوية، ففي أي خانة تضعه حسب قراءتك أستاذ فرحات؟ مساء الخير أستاذ أمال وللدكتور بكري ولكل المشاهدين الكرام. يعني في الخارطة الاجتماعية البرازيلية لابد إلى أن نلتفت بأن 50% الأقل من 50% الذين أعطوا لجاير بولسونارو هم ليسوا من اليمين المتطرف حصرا، وإنما هم من عموم الشعب البرازيلي الذي لا يرغب في عودة اليسار. وبالتالي أعتقد أن نمو اليمين المتطرف في البرازيل صحيح أنه جاء بشكل متسارع، إلا أن أيضا انحداره وإذا صح التعبير يعني ضعفه أيضا جاء بشكل سريع جدا. ذلك لأن ما حصل في برازيليا الأسبوع الماضي هو لا يمثل 50% الذين انتخبوا جاير بولسونارو، بل يمثل اليمين المتطرف. وهنا لنأتي إلى هذه الخارطة، فإن اليمين المتطرف تموضع في موقعه الحقيقي بعد تفكك الحلفاء الذين كانوا ينظرون إلى جاير بولسونارو كبديل عن عودة اليسار الذي كان في نظرهم بأنه فاسد وما إلى ذلك. وبالتالي أعتقد أن ظاهرة اليمين المتطرف أصبحت الآن في حالة متضعضعة، خصوصا بعد انفكاك الحلفاء، بعد ترك الكثير حتى من حكام الولايات ونواب المجلس النيابي والكونغرس
تركهم للتحالف مع بولسونارو، وبعد الأخطاء المتراكمة التي جمعها اليمين المتطرف والتفاف الأحزاب السياسية في البرازيل، الوجهاء والمثقفين والفنانين كلهم ليتآلفوا مع لويس إناسيو لولا دا سيلفا من أجل مواجهة اليمين المتطرف الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البرازيل، بعد الخطابات العدائية الداخلية، بعد الخطابات الدينية المتطرفة التي تشيطن الآخر، وبعد الانعزالية التي لجأ إليها بولسونارو من خلال تحكمه بالسلطة. والأخطر من ذلك كله بأن اليمين المتطرف دائما هو متحالف مع المؤسسة العسكرية، وبالتالي يمينا متطرف مع توتاليتارية عسكرية. هذا يعني بأن البرازيل تقع في أكثر أيامها خطورة وأكثر ظروفها تعقيدا. هل هكذا هو الحال دكتور بلال، خاصة مع موقف الجيش الذي كان في مرمى تساؤلات وانتقادات العديد من المراقبين لما جرى في برازيليا؟ هل هو تحالف فعلا بين هذه المؤسسة العسكرية واليمين المتطرف في البرازيل، وكيف يتجسد؟ المؤسسة العسكرية يعني وقفت موقفا مستغربا من الأحداث الأخيرة، إن لم نقل أنه كان يعني متواطئا في تسهيل الهجوم الشرس على مراكز السلطة في برازيليا، مستغربا من حيث يعني ارتضائها بأن تكون مجرد شاهد على هذا الاعتداء غير المسبوق. ولكن إن شئنا الدقة وإن أردنا أن نكون يعني أكثر موضوعية لقلنا أن هذا الموقف جاء طبيعيا. لماذا؟ لأن نسيج التحالفات الذي أوصل الرئيس جاير بولسونارو إلى السلطة كانت المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة في صميمه، وأيضا شرطات الولايات. ويعني فلنذكر أن نائب الرئيس يعني نائب الرئيس الجمهورية بولسونارو كان جنرالا رفيعا في الجيش البرازيلي، وصقور الوزراء كانوا أيضا من المؤسسة العسكرية. وهناك تقديرات تقول أن يعني المناصب الكبرى في الدولة البرازيلية في العهد السابق ما يقارب 8000 منصب كانت من نصيب يعني كبار الضباط في المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى زيادة رواتب الضباط، زيادة رواتب الضباط، زيادة مخصصات الضباط. يعني هو عمد الرئيس بولسونارو إلى يعني إرضاء المؤسسة العسكرية بكل ما يتيسر له، ولا ننسى أنه ابن المؤسسة العسكرية، يعني هو نقيب مطرود، وهذه يعني تعتبر وصمة في تاريخه، يعني يعيره بها خصومه في كثير من الأحيان. فالمؤسسة العسكرية يعني نستطيع أن نقول أنها يعني في أفضل الأحوال متواطئة مع هذا الاعتداء على الديمقراطية. وهناك تخوف من طريقة يعني تعاطي الرئيس لولا دا سيلفا، رغم يعني براعته السياسية المشهود لها، كيف سيستطيع التعاطي مع صقور القيادات في الصف الأول، سواء في الجيش أو في البحرية أو في قوات الجو؟ هذا مساء نتطرق إليه في يعني محاورنا القادمة. يعني فعلا كيف سيواجه دا سيلفا هذا المشهد؟ لكنكما تفضلتما يعني على قدر هذا الدور الكبير للجيش في عهد بولسونارو، إلا أنه لم يتح له البقاء في السلطة ولم يقدمه مرة جديدة في المشهد السياسي. أستاذ علي فرحات، لا أدري إن كان ضيفنا من إسبانيا جاهزا الآن، هو كذلك ينضم إلينا الأمين خطاري الكاتب المختص في الشؤون الإسبانية والأمريكية اللاتينية. سأعود لكما لمناقشة مسألة الجيش وأسباب تغلغل اليمين فيه، لكن سنشرك ضيفنا. سيد الأمين أهلا وسهلا بك معنا، نتحدث معك عن السياق الإقليمي والدولي الذي يرافق هذا الصعود لليمين واليمين المتطرف وتوغل الشعبوية في البرازيل وصياغة مشهدها الأخير.
تحية طيبة لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. بالفعل هذه الحالة الشعبوية التي اجتاحت يعني عدة دول بدءا من أمريكا، يعني الدولة الديمقراطية الأكبر، يعني الكل يعرف المشاهد التي تبعت ما بعد يعني انتخاب جو بايدن هذا في أمريكا، ما بعد ذلك يعني هذه الشعبوية يبدو أنها أصبحت جزء من النمط السياسي الممارس عالميا. إذا عدنا للمشهد البرازيلي حيث نتحدث الآن، فإن بولسونارو يعتبر يعني نسخة ترامبية في أمريكا اللاتينية، كل ما أقدم عليه هو جزء من سيناريوهات الشعبية الشعبوية التي ترتسم ملامحها بصيغ مختلفة، وإن اتحدت في الصيغة النهائية وهي رفض الانتخابات أو محاولة يعني إشغال الرأي العام ببدائل أخرى عن صناديق الاقتراع. هذه الحالة العالمية أو هذا البديل الشعبوي لصناديق الاقتراع لا شك أصبح يؤثر ويثير مخاوف. الكل يعرف أن دول وزراء دول خارجية أمريكا اللاتينية اجتمعوا مباشرة بعد الأحداث التي حصلت في الكونغرس البرازيلي، وأكدوا على ضرورة وضع يعني صمام أمان ضد هذه الشعبوية، خوفا من أن يجتاح ما حصل في البرازيل يجتاح دول أخرى يحكمها اليسار الآن في أمريكا اللاتينية. إذن هي حالة خوف من هذه الرياح الشعبوية التي بدأت من ترامب واتجهت يعني إلى بولسونارو، وربما تتسع نطاقها في عدة دول من أمريكا اللاتينية. هذه المخاوف هي التي حركت دول مجموعة التعاون في أمريكا اللاتينية ووزراء خارجيتها لدق ناقوس الخطر. الشعبوية هي حالة لحد الساعة لم تصنف يعني مآلاتها في المعطى السياسي، وإن كانت تثير الكثير من المخاوف وتطرح العديد من الأسئلة حول صممات أمان الديمقراطية التقليدية كما عهدناها، صعود رئيس بنتائج الاقتراع وخروج آخر وتوديعه وترحيبه بالنتائج. هذا ما كسرته الحالة البولسونارية أو الشعبوية أو الترامبية، تعددت الأسماء والوجهة والنمط واحد. لكن هل هذا يعني بالضرورة بأن هناك تنسيقا فكريا دعنا نقول أو خططا وسقف مشترك لليمين المتطرف بين الأمريكيتين؟ ما يغذي هذا التساؤل هو وجود إدوارد ابن بولسونارو مثلا في الولايات المتحدة قبل يومين من بدء أحداث هذه الشغب، وحديث عن دور مباشر لوالده بين الأمريكيتين والتوافق بين اليمينين المتطرفين إن صح القول. بالفعل يعني منذ بداية ظهوره بولسونارو مولع بشغف كبير يعني بالحالة الترامبية، من يشاهد طريقته في الأداء، من يشاهد طريقته في الخطاب، من يشاهد أسلوبه في التعاطي مع الأزمات، من يشاهد ترحيله للأزمات الداخلية إلى أزمات خارجية، هو نفس السياق اليميني، نفس الماركة الموحدة. لا شك يعني أن ثم إن لم يكن تنسيق يعني جسدي بمعنى اجتماعات، وهو على الأقل تنسيق يعني من ناحية يعني الإسقاط أو من ناحية التوجه أو من ناحية استلهام هذه الروح، يعني هذه الروح التي شهدناها يعني في أمريكا شهدناها أيضا في البرازيل، نفس الصورة، حتى نفس الأعلام التي ترفع، نفس الطريقة في الأداء، نفس التعاطي. مثلا الإشكال كورونا، وإن كان يعني ترامب كان أكثر تعقلا، ولكن صراعه مع الدكاترة مع الاختصاصيين، كل هذا أيضا وبنفس النمط قام به بولسونارو. إذن هي رياح مشتركة، أو هي لا أريد أن أسميها إيديولوجيا بقدر ما هي حالة تفكير وتنسيق مشترك يبدو أنه أسس لهذه الصورة الجديدة للديمقراطية. هي الصورة الشعبوية الرافضة التي تقتات على الناسيوناليزم، على الوطنية، على الشعبوية التي تقول أنه يحمي هذا البلد وأنه العارف، وحتى إن اصطدم مع الديمقراطية وإن اصطدم يعني مع القيم الإنسانية وإن اصطدم حتى مع العلم، هو خطاب عماء، خطاب يقدم أنا أو الطوفان. وأعتقد أن نتائجه لا شاهدناها على مؤسسة ديمقراطية عريقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فما بالك بما قد يحدث في دول مثل البرازيل أو غيره من دول أمريكا اللاتينية. هي حالة جديدة خطرة تنذر يعني الكثير من التهديد على الاستقرار المحلي وعلى الديمقراطية. طيب ربما أستاذ الأمين، وبهذا أنتقل للأستاذ علي، قد يفهم من قبل مراقبين
تجذر مسألة الترامبية أو الشعبوية بمختلف تسمياتها في أي مجتمع نظرا لدغدغتها للعواطف واللعب على هذه الأوتار، لكن أن تدخل إلى المؤسسة العسكرية أستاذ علي، كيف استطاعت شعبوية بولسونارو ويمينيته المتطرفة أن تتغلغل في هذه المؤسسة وما الذي أنتجتها؟ نتحدث عن خطورة ذلك. هو تقاطع مصالح في الحقيقة، يعني هو ليس انسجاما عقديا إذا صح التعبير. فبداية اليمين المتطرف في البرازيل هو صناعة الأخطاء المتراكمة لليمين ولليسار على حد سواء. هذه الأخطاء المتراكمة أنشأت حلا وسطا خطيرا وكارثيا في البرازيل، وبالتالي أعتقد أن مفتاح حل اليمين المتطرف في البرازيل ليس فقط بمحاولة مواجهته، بل بإنشاء قيادة وإدارة جديدة تبتعد عن الفساد وتعطي للبرازيليين ثقة جديدة في الأحزاب التقليدية وما إلى ذلك. بالنسبة إلى العسكر والجيش، جاير بولسونارو كان دائما في حركته يحاول أن يغازل الجيش البرازيلي، هو من أدخل الآلاف في إدارة الدولة، هو من أشرك الجيش في الحكم الداخلي، كان دائما يتشاور مع القيادات العسكرية. الجدل يأتي هنا بأن نظرة اليسار إلى الجيش هي نظرة لا تنسجم كثيرا، نتيجة أن في العقيدة اليسارية الجيش يجب أن يبقى في ثكناته مشغولا بالأمور الإدارية ولا يحق له التدخل في السياسة، وهذا ما قاله بكل الأحوال لويس إناسيو لولا دا سيلفا في حملته الانتخابية، وكان هناك جدلا واسعا بينه وبين القيادة العسكرية. الجيش البرازيلي استفاد من اللحظة التاريخية التي أتى بها اليمين المتطرف لحاجته إلى غطاء داخلي يعطيه القوة، وبالتالي تغلغل هو واليمين المتطرف و يعني جعلوا هذه الحالة موحدة من خلال نائب الرئيس هاميلتون موراو والرئيس جاير بولسونارو، لأنها الفرصة الوحيدة لكي يبدأ الجيش البرازيلي بالتدخل في السياسات الداخلية. وكان ملحوظا يعني أن لويس إناسيو لولا دا سيلفا قد هاجم الجيش بشكل مباشر، وفي معلومات خاصة بأن اللقاء الذي جمعه مع قيادة الجيش في اليوم التالي لأحداث برازيليا كان لقاء صاخبا جدا، وكان لولا دا سيلفا غاضبا، وهو اتهمهم بشكل مباشر بأنهم يتواطؤون في هذا الأمر. اليوم وزير العدل فلافيو دينو في مقابلة صحفية قال بأن جنرالات الجيش منعوه من أو منعوا القوات العسكرية من اعتقال المعتصمين وسمح لهم بالهرب بعد أن نفذوا أحداث برازيليا. هناك الكثير من القرائن تدل على أن الجيش البرازيلي هو لا يتوافق مع اليسار، وهو أقرب إلى ما يحصل، ولعله كان ينتظر لحظة الفوضى يوم الأحد لكي يتدخل، لكنه رأى بأن الحالة البولسونارية فشلت في تجييش الناس وفي تأليب عدد كبير لاحتلال المراكز، وبالتالي بقي على الحياد لأنه رأى بأن الخطة قد تداعت في اللحظة الأخيرة. طيب دكتور بلال، بما أنه فشل في إعادة بولسونارو للحكم وفشل في تنفيذ محاولته الانقلابية، ما حجم وخطورة هذا التغلغل للنفس البولسوناري إن صح القول داخل مؤسسة كالجيش؟ يبدو أن ضيفنا لا يسمعنا. السؤال يتحول لك تلقائيا، ضيفنا من مدريد أستاذ لامين، نتحدث عن خطورة أن يمارس الجيش هذه اليمينية المتطرفة بوجهها الشعبوي في البرازيل تحديدا. بالفعل يعني بولسونارو كان واعيا بضرورة يعني وضع يعني حالة من التقارب مع الجيش، مع المؤسسة العسكرية التي تاريخيا هي أقرب إلى اليمين. في حسب الإحصائيات البرازيلية نحو 7000 يعني ما بين ضابط وشخصية في الجيش تم إدخالهم في مؤسسات مدنية خلال فترة، بمناصب مدنية خلال فترة بولسونارو. كان يعمل على خلق درع من المؤسسة العسكرية يرد عنه مخاطر يعني ما يمكن أن يحدث من تغيرات في الناخب البرازيلي. لولا دا سيلفا كان واعيا بهذا الجانب وكسر الكثير من الأدبيات التقليدية لدى اليسار
البرازيلي رغم حنقه ورغم حديثه في الانتخابات الرئاسية عن ضرورة يعني في الحملة الرئاسية عن ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته، لكنه ترك مخارج طوارئ مع الجيش وحتى مع اليمين أيضا، يمين الوسط، اليمين غير المتشدد أو غير المتأثر بحالة البولسونارية كما سميناها. ذكاء ودهاء داسيلبا مكنه أيضا من ترك شعرة معاوية مع المؤسسة العسكرية البرازيلية ومحاولة أيضا عدم الوقوع في فخ بولسونارو وهو فخ الصدام المباشر مع المؤسسة العسكرية. لا شك أن المؤسسة العسكرية لحد الساعة لا تبدي يعني الكثير من الرغبة في التعاون غير القانوني أو ما تمليه عليها القوانين، فمثلا رموز من المؤسسة العسكرية لم يحضروا حفل تسلم لولا دي سيلبا للسلطة. كل هذا يؤكد أن العلاقة ليست يعني في أفضل أوقاتها، وهذا أمر تقليدي في تاريخ التعاطي بين المؤسسة العسكرية واليسار، لكن كثيرون من المهتمين والعارفين بدهاء لولا دي سيلبا وخبرته أيضا في التعاطي مع المشهد البرازيلي المعقد سواء في شقه العسكري أو المدني أو القانوني يؤكدون أنه من خلال يعني حنكته سيستطيع أن يخلق حالة من التعاطي مع المؤسسة العسكرية تمنع أو تنذر. طيب سنناقش كيف يمكنه ذلك في الجزء الثاني من هذه الحلقة. القضاء في البرازيل له دور قوي. ادخر لي هذه الجزئية لجزئنا الثاني من هذه الحلقة أستاذ الأمين. سنتحدث عن الوسائل والأدوات الممكنة اليوم أمام دا سيلفا لمواجهة هذه الحالة. حتى نختم قوس الحديث عن الجيش، أرجو أنك عدت لتسمعنا دكتور بلال، في ملاحظة تحدث عنها من قدروا الموقف تتعلق بأن رافضي حكم دا سيلفا هم من طالبوا بقيام الجيش بالانقلاب عليه. هذا أمر لافت حقيقة في بلاد عانت من الدكتاتورية العسكرية التي سقطت منذ عام 1985. نتحدث هنا عن العلاقة بين الشارع والجيش، كيف تفسر ذلك؟ العلاقة بين الشارع والجيش في البرازيل يعني في السنوات الأربع الأخيرة شهدت تعبئة إيديولوجية شاركت فيها قطاعات وشرائح كبيرة من يعني الطبقة الوسطى، ويعني بالأخص الطبق ما يتعلق بالإنجيليين الجدد. يعني الإنجيليين الجدد كان لديهم موقف يعني موالي جدا لهذا اليمين المتطرف، والطبقات الوسطى يعني من أصحاب المهن الحرة يعني الأطباء، المحامون، المهندسون، جزء كبير من هذه من أصحاب المهن الحرة ارتبطوا ارتباطا وثيقا بخطاب اليمين المتطرف الذي يعني يوصف في كثير من الأحيان بالفاشية، و في مطالبات للتدخل العسكري يعني تغيير مسار نتائج الانتخابات وإعادة بولسونارو إلى السلطة. لذلك والرفض المستمر والتشكيك المستمر من قبل بولسونارو وأنصاره بنتائج الانتخابات منذ قبل يعني وقوعها، منذ قبل إجراء الانتخابات كانوا يقولون يعني في حال عدم فوز بولسونارو فإن النتائج يعني بشكل تلقائي مطعون فيها. لذلك فإن هذا الخطاب يعني الفاشي اليميني المتطرف المتحالف مع كنائس الإنجيليين الجدد هو الذي أنتج هذه الحالة البولسونارية اليمينية المتطرفة. وهنا أيضا لابد أن نذكر مصالح اقتصادية لقطاعات بالأخص قطاع الإقطاع الزراعي الناشط جدا في مناطق الأمازون وفي وسط البلاد، والذي يعني يضع عينه على الغابات وإزالتها ويريد أن يستغل الأحراج بطريقة يعني ليس فيها أي احترام للمعايير البيئية وبطريقة تهدد مستقبل هذه الغابات. والطبقة الوسطى يعني كما ذكر الأستاذ علي فرحات من إغواسو كان لديها استياء من سياسات اليسار القديمة فيما سبق، ويبدو أن هذا الخطاب يعني وجدته أفضل الموجود، ولكنها ذهبت في تطرفها مذهبا بعيدا.
يعني مثلا في هذه الاحتجاجات الأخيرة أو التظاهرات أو أعمال الشغب أو الإرهاب، سميها ما شئت من حيث وجهة النظر، يعني كان هناك أطباء لديهم مراكز مرموقة وشاركوا في الاحتجاجات، كان هناك زوجات جنرالات، يعني هذه التعبئة التي لديها منظروها، يعني كما نشهد في روسيا بوتين لديه المنظر دوغين، هنا في البرازيل بولسونارو كان لديه منظر اسمه أولافو دي كارفاليو، وكان للمفارقة هنا لابد أن نذكرها، كان يعني ينكر كوفيد وينكر كورونا وهو مات متوفيا بالكوفيد 19 رغم إنكار مناصري للأمر. لديه نظريات يعني غريبة عجيبة، يذكرنا هذا بشكل مباشر بإنكار ترامب وكل الوسطى. من تأبط الشعبوية لمسألة كورونا مثلا حتى أصيبوا بها. على كل هذا الموضوع سيفتح لنا مجالا واسعا للحديث عن مستقبل الخطاب الشعبوي والسياسات الشعبوية واليمين المتطرف، ثم مستقبل الديمقراطية برمتها في مواجهة هذه الموجة في البرازيل وغيرها. ناقشنا وإياكم مشاهدينا في الجزء الأول حجم وأسباب وخلفيات التهديد الذي يشكله اليمين بعد هجوم أنصاره في برازيليا. نتابع بعد قليل كيف سيتعامل الرئيس دا سيلفا مع التحديات التي تواجه عهده، وهل من خطر حقيقي يهدد الديمقراطية في البرازيل. أهلا من جديد مشاهدينا، نكمل وإياكم هذه الحلقة من برنامج تقدير موقف، حيث نناقش التحديات التي تواجه الديمقراطية في البرازيل أمام اليمين المتطرف. بالرغم من خسارته الانتخابات، فإن اسم جاير بولسونارو اقترن باليمين المتطرف في البرازيل الذي باتت جذوره عميقة في البلاد فيما صار يعرف بالبولسونارية. عام 2018 تحول جاير بولسونارو من نائب مغمور لمدة 28 عاما إلى رمز من رموز اليمين المتطرف في العالم. صنع بولسونارو لنفسه اسما بمهاجمته حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومعاداته لأفكار اليسار وللطبقة الفقيرة. أثار فضيحة عام 2014 عندما تهجم على نائبة من اليسار مستخفا بجريمة الاغتصاب، واصفا كذلك الفوارق بين الأجور أو في الأجور بين النساء والرجال بأنها مبررة. كرر بولسونارو مرارا تصريحاته الرافضة لما سماها مجموعة المثليين في إشارة لإدخال مادة التربية الجنسية إلى المدارس في عهد دلما روسيف. كما دعا في نفس السياق إلى الاستثمار في المدارس العسكرية في التعليم الأساسي والمتوسط. لا يخفي زعيم أقصى اليمين الضابط السابق في الجيش حنينه لسنوات الحكم العسكري للبرازيل، رغم تأكيده في خطاباته احترامه للدستور وعدم مساسه بمؤسسات الدولة. صعود اليمين المتطرف في البرازيل عام 2018 تزامن مع نظيره في شمال القارة حينها، حيث لقب بولسونارو بترامب أمريكا اللاتينية، تشبيه يعود لاعتماده خطابا مشابها لنظيره الأمريكي. وعد فيه بتحرير البلاد من الاشتراكية وتوحيد الشعب وإنقاذ الأسرة البرازيلية واحترام الدين والتراث اليهودي المسيحي. تتماهى أفكار البولسونارية مع نظيراتها اليمينية في أوروبا التي تتبنى نزعة متطرفة معادية للمسلمين واليهود والأجانب، ولديها تمسك متطرف بالقيم الوطنية والهوية السياسية والثقافية واللغوية. نواصل تقدير الموقف في البرازيل. أبدأ معك وأواصل معك أستاذ لمين من مدريد. نسمع عن البولسونارية وقد سمعنا عن الترامبية، ما الفرق بين الاثنين؟ هل يمكن أن يطلق اسم تيار فكري أيديولوجي على كل من وصل إلى السلطة وهاجم المهاجرين وتحدث بنفس الشعارات سابقيه؟
تحية طيبة لك من جديد. في الحقيقة هي حالة يعني لم تؤسس لها، بمعنى أننا ليست ذمة كتابات يعني بالمعنى يمكن أن يشار إليها، ولا مفكرون يمكن وصفهم ب يعني أنهم هم أصحاب هذه النظرية الجديدة. هذه النظرية تقفز إلى المشهد العام عن طريق يعني من يستخدمونها. فمثلا في أمريكا أول من ظهر بهذا الخطاب بهذا الشكل هو ترامب، ولذلك تم إلصاق يعني اسم ترامب بهذه الظاهرة، الظاهرة الترامبية. نفس الشيء مع بولسونارو، إذن هي ظاهرة وإن اتحدت يعني في خطابها، إلا أنها دوما تكون لصيقة بمستخدم لهذا الخطاب. هذه الظاهرة حقيقة اتسعت مع هذين الشخصين يعني والتصقت بهما، لكن إذا حاولنا أن نخرجها من سياق أمريكا وأمريكا اللاتينية إلى سياق أعم، هي ظاهرة تنتشر في أوروبا، مع فارق أن الأحزاب في أوروبا هي التي بدأت تستخدم أو تستلهم هذه الطريقة دون أن تلصقها بشخص معين، على عكس ما حصل في أمريكا وفي البرازيل. في البرازيل كان بولسونارو يتزعم هذه الطريقة وينفذ، إن لم نقل حرفيا، ينفذ من حيث الشكل والأداء نفس الصيغة الترامبية، عدا مع الأطباء، عدا مع منظمات الحقوقية والنساء اللواتي يطلبن يعني حقوق المرأة بطريقة أو أخرى، يعني عداء مع المهاجرين، مع واعتماد أيضا على الإنجيلية المسيحية المرتبطة بطريقة أو أخرى مع اليهودية أو مع الإنجيليين الجدد. كل هذا التصور يعني أسس لجسور من هذه الظاهرة التي أخذت مكانها أيضا لدى الرأي العام، سواء في أمريكا وفي أو في أو في أو في البرازيل، بسبب أنها تدغدغ المشاعر وتبيع غدا واعد وأفضل بالنسبة للبرازيليين أو الأمريكيين، وتقدم أيضا الآخر على أساس أنه عدو، وعلى أساس أن هؤلاء هم المخلصون. لهذا انتشرت هذه الحالة، وأنا أعتقد أن مستقبل هذه الحالة الشعبوية والبوبوليزم سيكون له أيضا دوره الكبير في رسم سياسات المنطقة، سواء كان على الصعيد يعني الأمريكي أو أمريكا اللاتينية أو حتى أوروبا، لأنه خطاب جديد يستغل يعني حالة الخوف أو حالة الرهبة من ذلك المجهول أو ذلك الآخر، وتقديم أنفسهم كمخلصين. إذن هذه الحالة أعتقد أنها ستستمر بشكل كبير ولن تنتهي، حتى إذا تمكنت البرازيل، أخيرا لكي لا أطيل عليك، حتى إذا تمكن لولا دي سيلفا عن طريق المحاكمات المنتظرة لبولسونارو، وتنتظره العديد من التهم في إسكات صوته أو إبعاده أو قتله سياسيا، بمعنى أن تخرج المحكمة بقرار يمنعه من ممارسة السياسة في المستقبل، فإن بولسونارو آخر سيظهر في المشهد البرازيلي. هناك عدة شخصيات في البرازيل الآن يمكن أن تحمل المشعل البولسوناري ما بعد بولسونارو في حالة تغيبه عن المشهد السياسي بفعل للقضاء. يعني يمكن لتياره أن يتوثب في أي وقت حسب ما تذهب أصوات كثيرة. أستاذ علي، أتذكر القول الذي سألوا فيه اللصة لماذا دخلت، فقال وجدت الباب مفتوحا. هنا الإيماء على دور اليسار وما وصف بحالة التيه لهذا التيار في البرازيل، وما تعرض له من ضربات منذ 2016 مع رئيسته ديلما روسيف، ومن ثم مع دا سيلفا. فما أسباب الهشاشة التي أصابت اليسار، وبأي قدر ساهمت في عودة بولسونارو وتعبيد الطريق أمامه؟ يعني هي أزمة اليسار عموما في أمريكا اللاتينية ولعلها في العالم، هي يعني أزمة الشخص الواحد. يعني لم يكن اليسار في أمريكا اللاتينية مثلا لديه العديد من القيادات التي يمكن أن تكمل المسيرة، كما نرى في أمريكا اللاتينية مثلا هناك إيدولو يعني الزعيم الأوحد، ومن ثم يأتي الآخرين ضعفاء بينهم. هذه حالة مثلا لولا دا سيلفا حينما ترك السلطة، جاءت ديلما روسيف مع أنها مناضلة ولم يثبت عليها أي تهم فساد، لكنها كانت فاقدة لهذه الرمزية الكبرى، وبالتالي كان ينظر إليها بأنها رئيسة ضعيفة وما إلى ذلك. لذلك أيضا عمليات الفساد أو العمليات الشرطة والمحاكمات المتتالية التي وصمت اليسار بالفساد، وهذه فيها مغالطة. أنا لا أقول بأن الفساد، أن اليسار لم يكن فاسدا في هذا الأمر، لكن الفساد هو ثقافة سياسية في أمريكا اللاتينية، بمعنى أنه يدخل مع اليمين ويدخل مع اليسار، لأن البنية السياسية تعتمد في الأساس على
أطر الفساد والاستفادة من الفساد. وبالتالي كان هناك أيضا ضعف الأحزاب اليمينية، يمين الوسط المتهالكة التي لا تملك خطابا جديدا، لا تملك مشروع سياسي جديد. وعلى صهوة هذا الأمر جاء اليمين المتطرف في لحظة فراغ كبيرة، لولا دا سيلفا متهم بالعديد من الملفات الفساد، يمين الوسط منقسم على نفسه، ضعيف، هزيل، ليس هناك قيادات، وبالتالي برز بولسونارو. لكن بولسونارو هو وجه لمؤسسات متحدة، المؤسسة العسكرية، المؤسسات الاقتصادية، التكتلات الاقتصادية. بولسونارو كشخص هو لا يملك هذه القوة في الرمزية، لكنه جاء ليمثل تقاطع مصالح في البرازيل، وبالتالي دفعوا فيه من خلال استراتيجية. وأيضا نرجع إلى عملية محاولة الاغتيال مثلا، هل هي كانت مدبرة؟ هل هي كانت من أجل إعلاء شأن بولسونارو؟ لأنه حتى هذه اللحظة لم يكن بولسونارو يشكل زعامة في البرازيل أو ثقلا سياسيا في البرازيل. جاء حكم بولسونارو، وهنا الآن النقاش داخل اليمين المتطرف، لماذا أخطأ، لماذا يعني بالغ بولسونارو في الأخطاء ومنع اليمين المتطرف من التغلغل أكثر في مؤسسات الدولة، وبالتالي كان يحتاج إلى 4 سنين آخرين حتى كما يقولون في أروقة اليمين المتطرف إلى هزيمة اليسار بشكل كبير. لكن دعيني أقول لك أمرا أخيرا في هذا الشأن، كان هناك تقاطع في البرازيل، انضمت إليه المحكمة العليا، المؤسسات الحزبية، الدولة العميقة في البرازيل، الإعلام. كانت كلها متحدة، الإعلام أيضا، كل هذه المسائل كانت متحدة من أجل هزيمة بولسونارو، واستطاعت أن تهزمه بفارق بسيط جدا. وهنا تأتي أهمية دا سيلفا الذي كان هو الوحيد القادر على هزيمة بولسونارو، وبالتالي توافقت حوله الأطراف السياسية مجتمعة حتى من يمين الوسط. هناك أمر أخير أريد أن أقول لك في هذا الأمر، لولا دا سيلفا الآن هو يعني قد يقوم في إطار أخذ قرارات جريئة الآن لمحاولة يعني مواجهة اليمين المتطرف واستغلال اللحظة، في هذه لحظة الضعف أهم هذه القرارات، قد يلجأ إلى مواجهة مباشرة ومحاولة تغيير عميقة في المؤسسات الأمنية وخصوصا في قيادة. طيب، عمليات تغيير عميقة، لكن هل يمكن أن ينجح ذلك دون التركيز على النقاط الرئيسة في الأزمة؟ نتحدث هنا عن مسألة الديمقراطية ونجاح الديمقراطية منذ إسقاط الحكم العسكري في الثمانينات. دكتور بلال، إذا ما راقبنا سلوك معارضة اليمين منذ 2013 والأدوات التي استعملتها من التضامن مع الإعلام الذي تحكمه الأوليغارشيا، التركيز على هفوات اليسار، إسقاط زعيمته ديلما روسيف وغيرها، هل هي مشكلة أدوات يمتلكها الطرف الآخر، نتحدث عن اليمين، تمنع تركيز الديمقراطية وتثبيتها في هذا البلد؟ نعم، هذا الأمر يعني له جذور تاريخية كبيرة في البرازيل. يعني لا ننسى أنها كانت آخر دولة في العالم تلغي نظام الرق، ويعني كانت محكومة البرازيل تاريخيا بالإقطاع، الإقطاع له دور كبير. وبعد ذلك يعني في الستينات عندما حدث الانقلاب العسكري والحكم العسكري الذي قارب العقدين من الزمن، حصل يعني تحالف بين هذا الإقطاع وبين البرجوازية الداخلية وبين يعني القوى المهيمنة في العالم، ويعني في طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء اليسار، يعني نشوء اليسار أو حزب العمال بشكل خاص في السبعينات والثمانينات، جاء كرد على هذا التفاوت الطبقي الرهيب الذي يعني أخذ يأخذ مجاله في المجتمع البرازيلي، ويعني لا يزال حتى اليوم إلى حين وصول الرئيس لولا إلى الحكم في العقد الأول من هذا القرن، وبعده الرئيسة ديلما. ماذا حدث في البرازيل؟ حدث شيء غير مسبوق، وهو يعني تقليص هذه الفوارق الطبقية الفاحشة وإطعام الفقراء يعني، والقضاء على الجوع بشكل تام، وإعطاء فرص يعني لطبقات كانت مهمشة ومسحوقة، أعطيت فرصتها في التعليم، في الطبابة،
وهذا يعني أثار حفيظة القوى التاريخية المهيمنة والمسيطرة على الوضع في البلاد، سواء الإقطاع الزراعي، سواء البرجوازية، سواء كبار الرأسماليين في البلد، والمؤسسة العسكرية المتحالفة مع هذه الأمور كلها. وأيضا الإعلام، يعني في البرازيل تاريخيا هو موالي لليمين وموالي لهذه الحالة. في هذه الانتخابات حصل يعني شيء طريف جدا وقد ذكره الأستاذ علي فرحات، وأن الإعلام يعني وقف في صف الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشكل واضح، يعني الجرائد الرئيسية، محطات التلفزة الرئيسية وقفت في جانبه، وهذا لما لمسوه من تهديد يعني عليهم مصالحهم، يعني من جنوح حقيقي نحو الاستبداد، نعم من جنوح حقيقي نحو الاستبداد والتسلط من قبل بولسونارو وجماعته. وهنا يأتي أيضا دور المحكمة الفيدرالية العليا التي كان لها دور مركزي ورئيسي في هذه الأزمة منذ يعني ما قبل الانتخابات وحتى في هذه الأحداث الأخيرة. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القاضي في المحكمة العليا أليشندري مورايس قد قام بإبعاد حاكم المقاطعة الفيدرالية بسبب تقصيره في الأمن، بأنه أمر بإلقاء القبض على مسؤول الأمن في المقاطعة الفيدرالية الذي كان وزير عدل في حكومة بولسونارو، وهذه السابقة خطيرة في تاريخ البرازيل، لأول مرة يسجن وزير عدل سابق، وقد تم إلقاء القبض عليه بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. لذلك يعني في تقديري أن اليمين يعني يستخدم هذه الأساليب بسبب رفضه للإصلاحات التي قام بها اليسار. طيب اليمين اليسار مضطهد بالبرازيل ليس بسبب هفواته وليس بسبب إخفاقاته، وإنما بسبب هذه الإصلاحات. نعم. وبسبب الأساليب التي يمكن أن نقول بأنها قوية في يد اليمين. لكن هناك سؤال أكبر طرح بشكل عريض، هل الديمقراطية في البرازيل في خطر أمام خصم لا يرى الخطوط الحمر؟ هنا أستاذ لمين تحدث ألان فخاكون في لوموند الفرنسية عن مسألة تعرني صبرك قليلا لأنها فيها بضعة جمل، أن السبب في الحالة البرازيلية هو أن الديمقراطية غير الليبرالية تقوم على مبدأ بسيط يقول الحزب الذي يفوز في الانتخابات يصبح صاحب الدولة، ليس هناك فصل للسلطات، وبالتالي يمهد الطريق للاستبداد. يعني كأن الديمقراطية حسب رأيه، حسب ما هو جار في البرازيل، تؤدي بالضرورة إلى حالة من الاستبداد. هل هذا ما جرى ويجري في البرازيل ربما في نماذج أخرى؟ هو ما حصل يعني على الأقل مع بولسونارو هو أقرب إلى حالة الاستبداد من خلال يعني اعتماده على حقه يعني في تغيير العديد من القوانين، تغيير أيضا العديد من مراكز القوى، في سواء كان محاولته التأثير على القضاء أو في المؤسسة العسكرية أو في الشرطة أو حكام الولايات. هي حالة لا يمكن أن توصف بالاستبداد الكامل، وإنما هو استغلال مفرط في السلطة وفي النفوذ وفي استخدام الصلاحيات إلى أقصى حد ممكن. هذا ما حصل بالفعل في البرازيل وحصل في بعض دول أمريكا اللاتينية، وهو جزء أيضا من هذا يعني الصراع تعديل الكفة بين اليسار واليمين في أمريكا اللاتينية، صعود يمين يحاول أن يستحوذ على كل شيء وعودة يسار يحاول أن يستعيد كل شيء. هذه يعني وجه أو ملمح من ملامح يعني مخاطر هذا التوارث بين اليسار واليمين في المشهد السياسي في البرازيل. لكن في حقيقة الأمر يعني ما حصل في البرازيل هو تكاتف قوى وطنية فهمت أن البولسونارية محفوفة بالمخاطر، سواء كانت في يمين الوسط أو من هم تاريخيا كانوا يناصبون اليسار بالعداء. كل هؤلاء شعروا بالفعل أن هناك مخاطر حقيقية على كيان واستقرار يعني البرازيل، وتضافرت القوى كما أشار الضيفين. هناك قنوات يعني ووسائل يعني إعلامية محسوبة
تاريخيا على اليمين لم تكن في صف يعني بولسونارو، هناك أيضا تحالفات قام بها لولا دي سيلفا أيضا لتأمين هذه الحالة العامة وهي استقرار البرازيل. الكل أحيانا يكون مع اليمين بما فيه وسائل الإعلام عندما تجد أن بولسونارو بدأ يخرج في تعامله وفي سياقاته عن الخط العام الذي قد يثير حالة الاستقرار في البلد، فإن الدولة العميقة ومؤسسات الإعلام التقليدية وكلها ستتحد لمواجهة يعني هذا الخطر الداهم. أعتقد أن الصراع التقليدي بين اليسار وبين اليمين في أمريكا اللاتينية دوما ينتج هذا النوع من الحالات الديمقراطية غير الليبرالية كما أشرت في المقال السابق، لكن يبقى يعني صمام الأمان هو الوجه التضافر جهود يعني الكل من أجل إخراج البرازيل من هذه الحالة. لا شك سيستخدم اليسار كل قواه لاستعادة ما فقده، سيستخدم يحاول أن يعيد يعني التوازن في مناصب القضاء في الجيش في ولاة يعني الولايات بحكم فيدرالية البرازيل. كل هذا أيضا سينتظر جولة أخرى ربما في المستقبل في حالة صعود اليمين لإنتاج أيضا مشهد مغاير وهكذا. وإن كان العامل الأهم بالنسبة لكل البرازيليين هو بقاء المؤسسات مستقرة وعدم الخروج إلى حالة من الفوضى التي شاهدناها في الأحد الماضي. لكن كيف يمكن الحفاظ على مؤسسات سياسية قوية في الدولة في ظل هذه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي سيواجهها حكم دا سيلفا أستاذ علي؟ دعيني أولا أختلف تماما مع النظريات الكثيرة التي ساقها الإعلام في الأيام الأخيرة والمشكك بديمقراطية البرازيل. ليس صحيحا على الإطلاق بأن كل فريق يحكم في البرازيل هو يستبد أو النظام السياسي في البرازيل هو نظام استبدادي. أعطيك أمثلة سريعة جدا على هذا الأمر. حزب العمال كان يحكم في البرازيل والمؤسسات أطاحت بديلما روسيف، حتى جاير بولسونارو يعني لم يستطع أن يحقق كل ما يريد لأن في البرازيل مؤسسات، ولم يستطع أن يغير المحكمة العليا على الرغم من التهديدات الكبرى. هو وعد بنقل السفارة مثلا من تل أبيب إلى القدس. النظام السياسي في البرازيل والتكتلات السياسية في البرازيل لم تسمح له في هذا الأمر، حتى عندما كان له هناك آراء في كوفيد-19 بعدم الإقفال وبعدم استخدام الكمامة وبعدم اللقاحات، كانت الولايات تأخذ هذه القرارات وتطبق هذه الأمور. لذلك أعتقد أن الديمقراطية في البرازيل يعني أثبتت أنها قوية وراسخة على الرغم من الكثير من التحديات. أعتقد أن الكثير من المؤسسات في البرازيل هي التي حمت هذه الديمقراطية بفعل ترسيخها وبفعل العمل الدؤوب على السهر على هذه الديمقراطية. يبقى هناك أمور من التحديات الأساسية لهذه المؤسسات هي كيفية التعاطي مع الأزمة الحالية، خصوصا وأن هناك قرارات قضائية تعنى بسجن عدد كبير، يمكن في اللحظة الانفعالية الأولى يكون هناك غطاء شعبي لهذا الأمر، لكن مع مرور الأيام سوف تكون هناك منظمات حقوق إنسان وما غيرها. أيضا هناك قرارات في مسائل السوشيال ميديا والإعلام، وبالتالي قد يراءى للبعض بأن حكومة لولا دا سيلفا تطبق نوعا من الرقابة أو من الحد من الحريات. هذا تحدي أساسي اليوم أمام هذه المؤسسات. كيف يمكن لها معاقبة كل الذين شاركوا في أعمال برازيليا دون أن تتأثر حكومة دا سيلفا أو تستطيع أن تبقي على قوتها الشعبية الداخلية وعلى عدم إثارة أنواع من الفوضى في المستقبل؟ كلها تحديات، لكن أعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية التي أسسها دا سيلفا هي ضمانة، التفاف المؤسسات هي ضمانة، وأيضا عقلانية حزب العمال في الأيام القادمة يمكن أن تكون أيضا ضمانة من أجل ترسيخ الديمقراطية وإبعاد شبح اليمين المتطرف والتقاط هذه اللحظة السياسية المهمة جدا. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا من مدينة ساو باولو. كنت معنا دكتور بلال بكري الكاتب المختص في الشؤون البرازيلية من مدينة إيغواسو البرازيلية، الأستاذ علي فرحات الكاتب في الشؤون الأمريكية اللاتينية ومن العاصمة الإسبانية مدريد الكاتب والصحفي في الشؤون الإسبانية والأمريكية اللاتينية اللامين خطاري. شكرا الجزيل لكم مشاهدين على طيب المتابعة، حتى نلتقي بإذن الله الأسبوع المقبل وتقدير موقف جديد. إلى اللقاء.